أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش اليوم بيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر مؤخرا والذي رحبت به أنقرة. هل بدأت العلاقات التركية الأوروبية تسير إلى مرحلة التطبيع الإيجابي؟ ما هي العوامل والأطراف التي يمكن أن تؤثر سلبا على تنفيذ مقررات البيان الأوروبي؟ كيف قرأت أنقرة مضمون البيان الأوروبي الذي صدر أمس؟ ماذا يعني الاستعداد لتطوير التعاون مع تركيا بشكل تدريجي ومتناسب؟ هل تلقت باريس وأثينا خسارة من خلال هذا البيان بعد محاولتها الضغط على الاتحاد الأوروبي بتصريحات أدلى بها ماكرون قبيل القمة الأوروبية، والتي اتهم فيها بمحاولة أنقرة التدخل في الانتخابات الفرنسية المقبلة؟ وهل يمكن أن تتعطل الإجراءات الأوروبية في بناء علاقات جديدة مع أنقرة باستمرار السياسة الفرنسية، أم إن بعض المواقف الأوروبية ستجبر باريس على تعديل لهجتها تجاه أنقرة؟ ما الأولويات اليوم في بناء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟ وهل تجاوز الأوروبيون مرحلة العمل الاستراتيجي التي حذر منها الرئيس أردوغان سابقا؟ سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة مع ضيوفي من إسطنبول البرلماني السابق والباحث في شأن التركي رسول توسون، من بروكسل الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي حسين الوائلي، ومن باريس الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عماد الدين الحمروني. نبدأ النقاش بحول الله بعد التقرير. خطوة أوروبية نحو تعزيز العلاقات مع تركيا قابلتها أنقرة بالترحيب. بيان قمة زعماء دول الاتحاد شدد على أن من مصلحة أوروبا التعاون مع أنقرة وبناء علاقات على أسس المصالح المتبادلة، وهو منحة تلقته أنقرة بالترحيب، مؤكدة دعمها المضي قدما في العلاقات الثنائية على أساس أجندة إيجابية. وأشارت إلى ضرورة عدم تأجيل تنفيذ الخطوات إلى قمة الاتحاد القادمة في يونيو المقبل لتجنب فقد الزخم الإيجابي الذي تحقق. لكن تناول العلاقات التركية الأوروبية في بيان القمة صيغة من خلال وجهة نظر أحادية الجانب بحسب أنقرة، التي استنكرت وصف الاتحاد أنشطة تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في التنقيب بأنها غير شرعية. الخارجية التركية اعتبرت الموقف الأوروبي منافياً للقانون الدولي ومتجاهلاً لأنشطة اليونان وقبرص اليونانية أحادية الجانب. وأوضحت أنقرة أنه ليس لدى التكتل الأوروبي أي صلاحيات أو ولاية قضائية بشأن هذه المسألة. قضية قبرص لا تزال المؤثر الأبرز على علاقات الطرفين، وأهمها العضوية الكاملة لتركيا بالاتحاد، الذي لم يتوصل حتى الآن إلى توافق عام بخصوص هذا الملف، إذ يشتد تباين وجهات النظر الأوروبية في تحديد مناطق الصلاحية البحرية شرقي المتوسط وبحر إيجا، حيث تشمل القضية القبرصية في أحد أبعادها خلافاً على مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا واليونان. سناء المهداوي، تي آر تي عربي. أبدأ معك دكتور رسول توسون. إذن هناك ترحيب تركي بالبيان الأوروبي، نريد أن نعرف أولا ما المتغيرات التي طرأت على خيارات الاتحاد الأوروبي؟ ثانيا، لماذا رحبت أنقرة بهذا البيان؟ المتغيرات الأخيرة في المنطقة فرضت على الاتحاد الأوروبي التقارب من المواقف التركية، فلذلك رأينا خطوات إيجابية لصالح تركيا.
هناك تنافس بارز بين القوى العالمية الثلاثة، الصين وروسيا والولايات المتحدة. وفي قبل أسبوع أو أسبوعين لاحظنا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الاتحاد الأوروبي التعامل مع تركيا بشكل إيجابي وإلغاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي. فبعد ذلك رأينا تقارب بارز وصارخ أمام تركيا، فمن أجل ذلك تركيا رحبت بهذه الخطوات الإيجابية رغم أنها طلبت من الاتحاد الأوروبي صفحة جديدة للعلاقات الاتحادية وتركيا، وهناك مطالب لتركيا من الاتحاد الأوروبي لحد الآن لم تتحقق. فمنذ 70 سنة تركيا تنتظر أمام أبواب الاتحاد الأوروبي، رغم أنها أعلنت أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هي من السياسات الأساسية للدولة التركية. فإذا كان يعني هو وقته، فأريد أن أذكر المطالب التركية التي لم يلبي الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة. أولا، تقول تركيا ينبغي تفعيل وتيرة الانضمام إلى الاتحاد. معنى هذا أن هناك أكثر من 30 فصل مغلق، فيجب فتحها والدراسة والمحادثات ثم إغلاقها. فتركيا تطلب من الاتحاد الأوروبي فتح الفصول، هذا واحد. وثانيا، هناك اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على الجمارك، اتفاقية اتحاد الجمارك. فهذه الاتفاقية يجب أيضا تجديدها، تحديثها. تركيا تطالب ذلك، الاتحاد الأوروبي لم يلبي لحد الآن. كذلك وعد الاتحاد الأوروبي في اتفاقية 18 مارس 2016 منح تأشيرة للمواطنين الأتراك ولم يفعل هذه المادة. وأيضا هناك اتفاقية لمكافحة الإرهاب والهجرة الغير الشرعية، فنرى الاتحاد الأوروبي نرى فيه التلكؤ البارز. أيضا المادة الخامسة في هذا الخصوص، تركيا تطالب مكافحة العنصرية والإسلاموفوبية في أوروبا. فلحد الآن تركيا لم ترى تقدما واضحا في مثل هذه. مع ذلك البيان الأخير والخطوات الإيجابية الأخيرة ترحب بها تركيا، لأن تركيا كما ذكرت أستاذ رسول، إذن عدة مطالب عالقة، عدة مطالب وملفات عالقة بين الطرفين كما ذكرت. لكن ربما الاتحاد الأوروبي دائما ما يركز أو يشير إلى مسألة شرق المتوسط، هل ترون أن هذا يحتل أولويات العلاقة مع الأوروبيين، أم أن هناك أطراف تحاول الزج دائما بهذا الملف لهدم أي فرصة لبناء علاقة مع الاتحاد؟ قضية الشرق المتوسط لا تتعلق بالاتحاد الأوروبي، هذه قضية ليست لها أي علاقة بالاتحاد الأوروبي. لكن الطرف اليوناني، كما اعترف في الشهر الماضي رئيس الوزراء اليوناني، استطاع أن يقبل أو استطاع أن يجعل قضية الشرق المتوسط قضية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. هذه قضية بين اليونان وتركيا فقط.
يعني من حيث الاتحاد. فلذلك نعم نرى الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة أيضا القوى الأخرى تريد التدخل في قضية الشرق الأوسط، عفوا الشرق المتوسط، لأن هناك طاقة تهتم بها جميع القوى. مع ذلك كما قلنا الاتحاد الأوروبي وإن تطرق على هذه القضية إلا أنها ليست من أولويات الاتحاد الأوروبي تجاه العلاقات مع تركيا. أستاذ حسين الوائلي، اليوم فرنسا تقود تيار فيه اليونان، في حين أن هناك دول أوروبية لم تذهب في العلاقة مع أنقرة كما تشتهي رياح باريس. هل نستطيع أن نقول أن بيان الاتحاد الأوروبي مؤشر على هزيمة هذا التيار؟ العلاقة التركية الغربية مع الغرب تحديدا هي ليست علاقة تركية أوروبية حقيقة. بالمناسبة هذه التفاتة جدا مهمة. العلاقة التركية هي يعني تتألف من شقين، العلاقات الأوروبية التركية والعلاقات الأطلسية التركية. بمعنى آخر هناك تداخل حقيقة في العلاقات. لهذا السبب فرنسا لا تستطيع أن تبت بالأمر وأن تفرض مجموعة من الشروط على دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن يتبنوا بيان على سبيل المثال، لأنه أوروبا الشرقية تختلف تماما عن الرؤية الفرنسية بسبب أنه الحدود الجنوبية بالنسبة إلى حلف شمال الأطلسي، إذا تحدثنا أطلسيا وعسكريا هي تمثل حقيقة حدود جنوبية الحلف ناتو، وبالتالي يؤثر كثيرا على أوروبا الشرقية التي هي في عداء حقيقي مع روسيا. هنا نتحدث عن منطق مغاير تماما. لهذا السبب أوروبا اقتربت خطوة من الأتراك على أن يكون هناك مقاربة جديدة. هذه المقاربة هي دبلوماسية اقتصادية عسكرية. لهذا السبب ترى المؤسسة الأوروبية التي قدمت المبادرة والتي قدمت المقترح على أن تكون هناك خطوة إلى الأمام، وأن تكون هذه الفترة من يناير كانون الثاني هي كانت من المفترض أن حقيقة أن تفرض عقوبات في هذه القمة التي انتهت اليوم، كانت هذه الفترة هي فترة اختبار. لكن الفترة الثانية التي تركتها المفوضية الأوروبية وتركتها هيئة العمل الخارجية متمثلة بوزارة الخارجية الأوروبية التي يقودها جوزيب بوريل، بأنه أن تكون فترة اختبار للطرفين، ليس فقط للأوروبيين بل أيضا للأتراك، إلى أي مدى بأنه أن الطرفان أو أن الطرفين حقيقة أنه قادر على أن يستمر في علاقة إيجابية. يبدو بأن هناك علاقة إيجابية، وأنه فرنسا أيضا هي من التي بادرت وذهبت إلى أن تبعث برسالة إلى الرئيس أردوغان، وقعت بقلم الرئيس ماكرون وكتب أيضا باللغة التركية، وهذه يعني حسن نية. الآن الكل يتحدث عن حسن نية، لا أعتقد بأنه تيار فرنسي الذي تقوده باريس بأنه قادر على أن يغير المعادلة، لأن هناك طرف مهم جدا حقيقة بالمعادلة دخل جديد الآن هو الطرف الأمريكي. يعني بلينكن كان هنا هذا الأسبوع في بروكسل وتحدث بإيجابية وقال بأنه لا يستطيع أن يتخلون عن الأتراك لأنه جزء لا يتجزأ من الجسد الأطلسي، من المنظومة الأطلسية العسكرية. هنا نتحدث عن مقاربة عسكرية جديدة، مقاربة دبلوماسية. 3 اجتماعات هنا في بروكسل حقيقة في هذا الأسبوع، اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، واليوم انتهت القمة الأوروبية، كلها تمخضت عن أن تكون العلاقات إيجابية مع أنقرة. طيب، رغم ما تفضلت به أستاذ حسين الوائلي ورغم ملامح عودة العلاقات التركية الفرنسية إلى طبيعتها دكتور عماد الدين الحمروني، إلا أنه ماكرون أدلى بالتصريح قبيل انعقاد القمة الأوروبية مفاده أو يزعم من خلاله أن تركيا تحاول التدخل في الانتخابات الفرنسية. ما دلالات الإدلاء بهذا التصريح قبيل انعقاد القمة الأوروبية؟ نعم، أولا تحية لك ولضيوفك الكرام وإلى كل المشاهدين. نحن نشاهد يعني هذا التحسن الملحوظ في العلاقات التركية الأوروبية الناتج على حسن مناورة الجانب التركي وحسن الصمود التركي والتحدي التركي لكل تصعيد أوروبي، لأن أوروبا صعدت منذ أشهر ضد تركيا، صعدت أمنيا، صعدت عسكريا، وصعدت اقتصاديا، وحاولت العديد من الدول الأوروبية إلزام عقوبات ضد تركيا ولكن لم تستطع، لأن أوراق المناورة موجودة باليد التركي أكثر مما هي عند الأوروبي. الآن
الفرنسي الذي ناور كثيرا على المستوى، شجع اليوناني على التصدي للجانب التركي ولكنه فشل يعني في هذه المناورة، فشل أيضا في ليبيا لأن المؤشر الليبي مؤشر مهم على يعني عودة الاستقرار في ليبيا مع التوافق الفرنسي الإيطالي التركي. هذه الإشارات تدل أن تركيا تتموقع أوروبيا وتتموقع يعني في غرب آسيا بالمعنى الاستراتيجي، كما جاء على لسان ضيفكم من بروكسل بأن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت ضغطا كبيرا في هذه المسألة الأمنية والعسكرية، وألمانيا ضغطت ضغطا كبيرا من أجل المسألة الاقتصادية والسياسية أيضا. فبالتالي السيد ماكرون في خطابه الأخير وفي تلميحه الأخير نحو إمكانية تدخل الجانب التركي في الانتخابات الرئاسية، في الحقيقة هذا خطاب للداخل الفرنسي، هو يريد يعني الحصول على أصوات اليمين، فبالتالي يحاول أن يجعل من السيد أردوغان عدو أو خصم في هذه المرحلة على الأقل على المستوى الداخلي، وهذا لا يؤثر في العلاقات الفرنسية التركية، ولكن يحاول السيد ماكرون أن يقول للفرنسيين بأن يمكن للسيد أردوغان، وهي هذه يعني مسألة إيجابية إن كانت تركيا تستطيع التدخل في الانتخابات يعني الرئاسية، فهذا يدل أن تركيا لها التأثير المناسب على مستوى يعني القاعدة الإسلامية ربما الفرنسية أو غيرها، فبالتالي هذا مسألة إيجابية. هذا موجه للداخل ولا علاقة له بالعلاقة الفرنسية التركية. هل برأيك بيان الاتحاد الأوروبي يتعارض مع مساعي فرنسا في بناء علاقة مع أنقرة وكيف؟ نعم، في الحقيقة حاول الجانب الفرنسي وهو الجانب يعني الأكثر تعصب لعدم دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. يجب تذكير المشاهد أن تركيا جزء من التاريخ الأوروبي، تركيا جزء من الروح الثقافية الأوروبية، لأن الجانب الفرنسي العلماني العدواني يعني ضد كل ما هو توجه عثماني وتركي، يعني يحاول الإيحاء وكأن تركيا غريبة عن أوروبا. تركيا هي جزء من أوروبا، هي الجسر بين أوروبا وبين آسيا، في موقعها استراتيجي كانت حليفا مهما لفرنسا في عهد فرانسوا بروميه والعهود القديمة. يعني العلاقات التركية الفرنسية لم تكن متشنجة كثيرا، ولكن التغيرات الإقليمية والتغيرات الاستراتيجية جعلت من فرنسا يعني خصم لتركيا، خاصة وأن تركيا أيضا تتحرك على المستوى الإفريقي. فبالتالي الاتحاد الأوروبي يقول لفرنسا نحن نريد تركيا شريك ولا نريد تركيا خصما للاتحاد الأوروبي، وهذه الرسالة وصلت للسيد ماكرون. أعود لك أستاذ رسول، في اجتماع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر كان هناك محاولة لفرض عقوبات على أنقرة، في الاجتماع الحالي يوجد بيان إيجابي، ماذا تتوقعون من الاجتماع المقبل في حزيران؟ من الممكن أننا نتفائل بتطبيع إيجابي قريب بين أنقرة والاتحاد الأوروبي؟ نعم، كما ذكرت كانت هناك قرارات لفرض عقوبات على تركيا، لكن كما قلت قبل قليل الرئيس بايدن طلب من الاتحاد الأوروبي ذلك، فاعترف به المسؤولون من الاتحاد الأوروبي أنهم لأول مرة يسمعون إلى نصائح دولة غير عضو مثل الاتحاد الأوروبي وألغوا العقوبات. فبعد لقاء وزير الخارجية السيد مولود تشاوش مع نظرائه ومع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، رأينا منهم أيضا لاحظنا منهم بيانات، ومن قبيل أحدهم قد قال وقد حان وقت الخطوات الإيجابية، والآخر قال الحوار ضروري لكن ننتظر مواقف مطمئنة ميدانيا وما إلى ذلك. لكن أنا أشاطركم بخبر أحد الأخبار الكواليسية أن القمة المقبلة التي ستوقد في شهر يونيو، فحسب ما تلقيت من الأخبار المؤكدة أن القمة ستطلب من الرئيس أردوغان المشاركة في قمة يونيو، فهذا يدل على أن التقارب قد وصل إلى حد جيد جدا، والخطوات الإيجابية انعكست أيضا إيجابا على العلاقات
إلى حد سيشارك الرئيس أردوغان لقمة رؤساء الاتحاد. إذا أستاذ حسين الوائلي، حسب معلومات الأستاذ رسول توسون، هناك يعني تقارب واضح بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. في البيان الأوروبي هناك تأكيد على الاستعداد لتطوير التعاون مع تركيا بشكل تدريجي ومتناسب. ماذا يعني تطوير العلاقات بشكل تدريجي ومتناسب من وجهة نظر الأوروبية؟ يعني على ثلاث نقاط حقيقة. أولا، النقطة الأساسية هو فيما يتعلق بالعلاقات الروسية التركية، إلى أي مدى بأنه تشهد حالة من الانفراج وأن تكون متناسبة مع المصالح الغربية سواء أوروبا أو حلف شمال الأطلسي. القضية الأخرى، إلى أي مدى بأنه تركيا ستتعاون مع الأوروبيين في قضية حل الأزمة الليبية. هل سيكون هناك انسحاب تدريجي ل يعني الفرق التي الفرق المستشارين او فرق العسكريه التي بعثتها تركيا الى الحكومه المعترف بها دوليا الى طرابلس؟ القضيه الاخرى انه فيما يتعلق بالشرق المتوسط، الى اين سيكون الحل؟ القضيه تتعلق ايضا هنا في مفصل مهم جدا او مقطع مهم جدا، ليس يتعلق في العلاقه الاوروبيه التركيه ولكن يتعلق بمفصليه مهمه تتعلق في قبرص، في اليونان، في فرنسا، في ايطاليا التي تصطف مع انقره. هنا الخلاف خلاف اوروبي اوروبي، لكن مع ذلك يبدو لي بانه هذه النقاط الاساسيه التي يجب ان يراها الاتحاد الاوروبي وسط الخلاف الاوروبي باتجاه الأوروبي، وبالتالي وسط الخلاف في نظر الاعتبار. وسط الخلاف الأوروبي الأوروبي، ما أولويات أو الأولويات الأوروبية، دعنا نقول ما الأولويات الأوروبية وليست اليونانية الفرنسية في هذا الصدد؟ يعني الأولوية بالنسبة للأوروبيين هي قضية الأزمة الليبية، والقضية لأنه تتعلق بالأزمة، يعني بأزمة الهجرة غير النظامية. والقضية الثانية في تنقيب شرق المتوسط، يجب أن يكون هناك تعاون، ولكن مع ذلك هناك خلاف إيطالي فرنسي فيما يتعلق بتنقيب شرق المتوسط. إذا حل الخلاف الإيطالي الفرنسي، يبدو لي بأنه سيتقدم الطرفان يعني خطوتين إلى الأمام. لكن الموضوع يتعلق أيضا بالرؤى وحسن النية من قبل أنقرة اتجاه الأوروبيين، وبالتالي ربما سيكون هناك رؤية أوروبية متكاملة، سواء رؤية أوروبية مؤسساتية تتمثل في المفوضية الأوروبية، وكذلك رؤية أوروبية تتمثل بدول الأعضاء. وهنا تكتمل رؤية أوروبية حتى يونيو حزيران القادم، لأنه هناك قمة أوروبية ستعقد، وسيقرر إذا ما كان هناك حقيقة يعني هناك حالة من الإيجابية والانفتاح على أنقرة. دكتور عماد الدين الحمروني، هل برأيك إدارة ماكرون ستبقى على ذات السياسات حتى الانتخابات القادمة؟ نعم، السيد ماكرون سيحاول يعني أن يناور، لأنه من المهم أن يبرز كزعيم سياسي يحافظ على المصالح الفرنسية، خصوصا بعد فشله في كل الملفات. يعني فشل في ملف يعني الوباء الكوفيد، فشل في الملف الاجتماعي، فشل في العلاقات الخارجية الفرنسية. يعني تقريبا هو رئيس فاشل، ولكن يحاول أن يظهر بأنه رئيس يدافع عن مصالح فرنسا. فبالتالي وجد في تركيا ووجد في الرئيس رجب أردوغان الشخصية المناسبة لكي يعني يكون الطرف الذي يقابله الخصم، يعني على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي أيضا، لأن تركيا اليوم كقوة إقليمية فاعلة تتدخل في الكثير من الملفات، تؤثر في ملفات مهمة في العراق، في سوريا، في لبنان، وأيضا لها مقام كبير جدا في قضية التفاوض في الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. فالحاجة التركية حاجة مهمة أوروبيا وأمريكيا، والسيد ماكرون يعني يحاول من خلال يعني يعني هذه القوة البارزة والصاعدة، القوة التركية، أن يظهر أيضا بأن فرنسا قادرة على احتواء هذه القوة التركية. وهو يحاول أن يقول أن إذا سمحت فرنسا لتركيا أن تؤثر في ذلك الملف أو تلك المنطقة، خصوصا في أفريقيا، لأن الملف الأفريقي ملف مهم جدا. يعني تركيا نجحت في الوصول إلى الدول الأفريقية في العلاقات التجارية، في العلاقات الاقتصادية. الآن الخطوط التركية الخطوط الأولى المتواجدة في تركيا في أفريقيا، فهذا يزعج الطرف الفرنسي. ولكن الحالة الاقتصادية الغير جيدة لفرنسا، الحالة الجيوسياسية الغير جيدة لفرنسا، لا تترك مجالا شاسعا للسيد مانويل ماكرون ليناور ضد تركيا، ولكن يحاول الآن أن يبرز وكأنه يحاول احتواء القوة التركية الصاعدة.
أستاذ رسول، ربما باختصار بناء على المعلومات التي قدمتها قبل قليل، ربما نتفائل بتطبيع إيجابي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. باختصار، ما العراقيل التي يمكن أن تقف في وجه هذا التقارب؟ مديحة، نحن مع أننا نرى تقاربا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، إلا أننا على يقين أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل تركيا عضوا حقيقيا لها. مع ذلك تركيا كسياسة أساسية استراتيجية تستهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهذه تعتبر المرونة الدبلوماسية. تركيا لا تتراجع عن هدفها، لكن الاتحاد الأوروبي معروف ويعني نلاحظ أنه لن يقبل. مع ذلك العلاقات التجارية والسياسية والعسكرية وما إلى ذلك من العلاقات مستمرة، كما أشار ضيفك الكريم أن تركيا دولة أوروبية أيضا، يعني تركيا ليست دولة آسيوية فقط، آسيوية وأوروبية. مع ذلك هناك تنافس بين تركيا والاتحاد الأوروبي، تنافس تحت الماء يجري، فهذا التنافس للأسف الشديد ينبثق من المشاعر الأوروبية تجاه تركيا. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، البرلماني السابق والباحث في شأن التركي أستاذ رسول توسون. الشكر لضيفي من بروكسل الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي حسين الوائلي، والشكر لضيفي من باريس الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عماد الدين الحمروني. والشكر موصول لكم مشاهدينا، شكرا على طيب المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة بحول الله، في أمان الله.